طيب نبدا. بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. يعني احنا ان شاء الله يبقى معانا وقت في الريست او في اوقات تانية ان احنا نبقى نقعد نتعرف على بعض بصوره اكبر. يعني انا مصطفى الشيتي، دفعه 2009 عين شمس، ماستر اورثو عين شمس، معايا زماله بريطانيه، دارس مساعد في جامعه خاصه كده برضو في التقويم، بدرس بقالي يمكن 6 7 سنين. فهتلاقي عندي شوية نوليدج وشوية امباكت كده اكاديميكالي شوية ونظري شوية وحياة جامعية والجزء اللي هو النظري اللي هو الغلس في التقويم. فهتلاقي عندي انا الجزء ده يمكن بطبيعة حياة شغلي وبطبيعة دراستي وبطبيعة تدريسي الجزء النظري عندي ده قوي شوية. دي مشكلة، دي مش حاجة حلوة. يعني دايما اللي بيبقى عايز كورسات تقويم بيبقى موضوع النظري ده بالنسبه له انا مش جاي املى دماغي نظري، او مش جاي انا مش بحضر ماستر مثلا عشان ابقى بدرس اكاديميكالي جامد قوي كده. في نفس الوقت انا برضو بقالي كتير شويه في الماركت وبشتغل في مراكز كبيره شويه في القاهره، في التجمع فديت نصر وفي عباس عقاد وفي مكرم عبيد وفي شيراتون وفي التجمع الخامس، وبقالي كتير شويه في الماركت. فهتلاقي عندي جزء السوق يعني، والجزء الكلينيكال، والجزء العملي، والجزء بتاع البيشنس، وانك ازاي تشتغل، وانك ايه الحالات اللي بقابلها. وعليك حالات الحمد لله كتيره جدا على مدار سنين كتيره. فتلاقي عندي الجزء الكلينيكال وايز والسوق والماركت وتعمل ايه في عيادتك هتلاقيه عندي ان شاء الله يعني. فهتلاقي عندي الاثنين، هتلاقي عندي الجزء الاكاديميكالي وهتلاقي عندي الجزء الكلينيكال ان شاء الله. وظيفتي ان انا اوصل لك المعلومه باللي حضرتك عايزه، اكيد انك تشتغل في السوق وفي الماركت، وان يبقى عندك نوليدج كلينيكالي تعرف تشتغل بيها، وده هديهولك وهديك الكلينيكال تراكس كل حاجه. بس مش هنتغافل ومش هنسى، ولازم هقول لك الجزء النظري برضو، ولكن مش هأحشي كلام كتير نظري مهم ممكن، ولكن هقول لك المهم اللي لازم حضرتك تبقى عارفه، ودي الامور اللي لازم تبقى عندك مع الجزء العملي. وفي نفس الوقت الحاجات التانية النظري اللي ممكن تبقى حضرتك لو عندك وقت تقراها وعايز تستشيرني فيها واشرحها لك واقول لك تقراها منين هبقى معاك فيها، بس باي سايد مش هنبقى في المحاضرة نفسها. فان شاء الله باذن الله هيبقى وانا بشرح لك هقول لك دايما نظريا الكلام ده عبارة عن ايه اكاديميكالي، وانت بتقرا في الكتب. في حد بيحضر اي ماستر اورثو او حاجة؟ في حد بيحضر ام اورث او بيحضر اي زمالة؟ طيب برضه هقول لك لو يعني عشان لو فكرت ايه الاسئله اللي بتيجي في الحتة دي عامله ازاي. في نفس الوقت هقول لك ان شاء الله regarding التوبيك اللي احنا بنقراه او بنقوله مع بعض نظريا قصدي عمليا الدنيا هتمشي ازاي. اوكي مبدئيا قبل ما ابدا ان شاء الله، ما تمشيش من المحاضره دي غير وانت فاهم والكلام في مخك متستف. يعني ما تمشيش حته يعني وانا بتكلم ان شاء الله، لان الكلام مبني على بعضه والسلسلة كلها مبنية على بعضيها. فمش هقول لك لو في محاضرة مش فاهمها ما تمشيش غير لا، لو في توبيك مش فاهمه وانا بقوله ما تعديش الكلام كده، لان هنيجي قدام هتلاقي حاجات مبنية عليه انت ما فهمتهاش من الاول. ها فحاول تبقى معايا ستيب باي ستيب ان شاء الله. ان شاء الله النهارده في المحاضرة الأولى في الدبلومة اس بي سي دي اللي انا هقول أول محاضرة فيها، مطلوب منك ما تمشيش من المحاضرة دي يعني غير وانت عندك الثلاث حاجات دولت. لازم الثلاث حاجات دول ما تخرجش النهاردة وتروح الا والثلاث حاجات دول واصلين لك. ايه هما؟ انك لازم تبقى عارف ايه هو النورمال اوكلوجن. يعني ايه نورمال اوكلوجن؟ يعني لازم تبقى انت شايف العيان ده نورمال، يعني ما يجي لك في العيادة تقول عليه والله حضرتك نورمال مش محتاج اورثو، ولا حضرتك هتقول عندك مال اوكلوجن. لازم تعرف تفرق ايه انواع المال اوكلوجن. اول نقطتين دول مهمين قوي، انك تبقى عارف ايه النورمال وايه الاب نورمال عشان تعرف تقول العيان دوت اب نورمال محتاج علاج. ثالث حاجه مش هتمشي غير وانت عارفها، التايبس اوف توث موفمنت اللي حضرتك ممكن تعملها في بق البيشنت. خلاص ولو انت ركزت هتلاقي الكلام بيسلم بعضه. يعني اول حاجه انت حضرتك هتعرف ايه النورمال اوكلوجن وتفهمه كويس قوي، وايه الحاجات التولز اللي هنفهم بيها ايه ده ان العيان ده نورمال. اثنين خلاص عرفت النورمال، اي ديفيشن عن النورمال بنسميه مال اوكلوجن، وهنعرف ايه انواعه وازاي نعمله كلاسيفيكيشن وازاي نشخصه. حضرتك عرفت ان ده مال اوكلوجن في المحاضره دي لازم تبقى عارف نوع المال اوكلوجن ده محتاج انهي حركه من السنه. يعني انت حضرتك السنه دي عايز تحركها ازاي؟ ايه اللي السنه دي ممكن تعمله؟ انا ككناين بتحرك ازاي؟
ممكن ايه الاوبشنز اللي قدامي علشان اعرف احل بيها المالوكلوجن. احنا مش بنتكلم لسه في تريتمنت بلان ولا في حاجات تانية، بس الكلام ده هيوصلك في التريتمنت بلان ان لا انا السنه دي انا خدت ان في نوع من الحركه اسمه تورك مثلا، وانا محتاج للكناين ده تورك علشان ده نوع مالوكلوجن مثلا اسمه اكس. اوكي، فاللي احنا مطلوب مننا النهارده ان انت ما تمشيش غير وانت واصل لك الثلاث انواع او الثلاث توبكس دولت مع بعض. دايما في حياتك وهتلاقيني في المحاضره واحنا بنتكلم مع بعض، حاول تخلي الدنيا مايند ماب شويه، عندك خريطه كده في مخك انت بتعمل ايه النهارده. ده ان جنرال يعني، واحنا متلاقينا مع بعض في المحاضره هتلاقيني بكلمك بالاسلوب ده، وان جنرال ده لو حطيته في حياتك وفي يومك هتلاقي الموضوع اسهل، اللي هو انت فين يعني. ساعات تقعد تقرا كده في توبيك فجاه تلاقي نفسك هو انا ايه اللي انا بقول إيه احنا فين اصلا. دايما لما تبقى حاطط كده عناوين ومايند ماب ومقسم الدنيا، في اي مرحله في النص لو وقفت انت عارف انت فين. انا خلصت كذا كذا، فاضل لي كذا كذا، ده مش في المحاضره، انا الصبح رايح محاضره، بعدين هتغدى، بعدين رايح عندي مشوار، بعدين رايح اشتري مش عارف ايه، في نص اليوم كده وانت تعبان خلصت كذا فاضل لي كذا. لو انت مش حاطط مايند ماب في حاجات بتقع منك في النص، زي ما ممكن في حاجات تقع منك وانت بتذاكر. اوكي، مبدئيا هنبدا النهارده، هنبدا في اول توبيك خالص اللي هو النورمال اوكلوجن. يعني ايه اصلا كلمه اوكلوجن؟ اوكلوجن دي كلمه متقسمه من كلمتين، من كلمه اوك يعني اب، واوكلوجن يعني كلوزنج، يعني اب كلوزنج اب كلوزنج. فكلمه اوكلوجن دي من اسمها كده هي حاجه دايناميك، يعني حاجه بتتحرك، يعني مش بس انك بتبص على البيشنت اون ستاتيك وهو قافل بقه بس، لا اوكلوجن حضرتك بتشوف ان ده نورمال ولا لا. اب واوكلوجن الاثنين مع بعض ان موفينج، لان الاوبننج والكلوزنج مع بعض ده سيستم، فاحنا لازم نبقى عارفين ان دايناميك وستاتيك الدنيا تبقى ماشيه ازاي. طب ان جنرال ايه هي البريفالنس؟ كم واحد في ستادي كده اتعملت، جمعوا الايجيبشن بوبليشن وقعدوا يبصوا على سامبل كبيره من الايجيبشن بوبليشن عشان يشوفوا كم واحد حضرتك عنده نورمال اوكلوجن. تفتكر مصر عندها قد ايه نورمال اوكلوجن؟ عندها 34% نورمال اوكلوجن. ده معلومه مهمه، معلومه مهمه، ان تقريبا تلت البيشنتس اللي بيخشوا لك الكلينيك معرضين ان هم يبقى نورمال اوكلوجن. يعني مش كل الحالات هيك هتشوفها تقول لا حضرتك محتاج تقويم، حتى لو الكلينك دي كلينك تقويم بس. ف 34% من الناس دي بيبقى نورمال اوكلوجن، ما عندهمش مشكله. تمام، طب في ميل اكتر ولا ميل اكتر عندهم نورمال اوكلوجن؟ الفيميلز اكتر، الفيميلز عندهم النورمال اوكلوجن بتاعهم 36% والميل 31%، المتوسط هو ال 34%. لكن الفيميلز هم عندهم نورمال اوكلوجن مور ذان الايه؟ الميلز. طبعا احنا مش محدش بيمتحن ام اورث، بس دي ساعات بيجي فيها سؤال يعني ان مين اكتر ميل ولا فيميل، ان جنرال بيبقى نورمال اوكلوجن، لا الفيميلز عندهم نورمال اوكلوجن مور ذان الايه؟ الميلز. اوكي؟ طيب علشان نعرف ايه هو النورمال اوكلوجن لازم تعرف كده دايما في كل برانش في الاسنان كده، مثلا في الاوبتيف تلاقي جي في بلاك طلع كده وحط لك كل حاجه وقعد يعيش القصه بتاعت الاوبتيف كامله، مش عارف كارل مش مسؤول عن الامبلانتس، وانت بقى بتقرا كده هتلاقي في الاورثو كده نفس الدفعه القديمه دي كل واحد ايه واخد برانش منهم. مين اللي هتلاقيه كلامنا كتير عليه شويه في الجزء ده؟ واحد اسمه لاري اندرو. لاري اندرو دوت عمل ايه؟ هو اللي حط لنا احنا كلنا كريتيريا انك لما حضرتك تشوفها تقول العيان ده نورمال اوكلوجن مش محتاج حاجه. خلاص؟ لاري اندرو ده عمل ايه؟ جاب 120 بني ادم، تمام؟ 120 بني ادم. وخلانا كلنا كده نبص، تعالى كده حضرتك بص على فلان، ايه رايك؟ لما نلاقي ان احنا كلنا مجمعين ان فلان ده ضحكته وشكله حلو يحطه مع النورمال اوكلوجن، هو لسه ما قالش ايه الكريتيريا. فجمع 120 واحد كلنا اتفقنا كده لما بصينا عليهم ان ضحكتهم حلوه وشكلهم كويس. وبدا يعمل اناليسز، خد لهم امبريشن بقى معاه كاستات ل 120 بني ادم. وقعد يعمل اناليسز بقى ال 120 بني ادم دولت او 120 كاست ده ايه الحاجات المشتركه والكومن مواصفات فيهم مشتركه في ال 120 علشان من خلالها يحط لنا مواصفات نقول لو لقيناها ان العيان ده نورمال اوكلوجن، تمام؟ بس لاري اندرو عمل حاجه مهمه قوي، هو بص على 120 ايه؟ 120 كوست. يعني بص على ايه؟ ستاتيك ولا دايناميك؟ ستاتيك. خلي بالك المعلومه دي مهمه برضو
علشان بعد كده حصل موديفيكيشن قدام في الموضوع ده، انك تبص على ستاتيك زي لاري اندرو ما قال، وده على فكره كلامه معتبر والى الان بنمشي بالنورمال كريتيريا بتاعته، بس اون ستاتيك بقى في برضه نورمال كريتيريا اون دايناميك في الاوبننج والكلوزنج والكناين جايدنس، هنقول نشوفها بعدين. طيب لاري اندرو عمل ايه؟ لاري اندرو حط لنا ال 6 كيز اوف نورمال اوكلوجن. هو لقى ال 120 بني ادم دولت او 120 كاس دولت عندهم 6 كيز، 6 مواصفات، والكيز دي هي المفتاح اللي حضرتك هتبص فيه على الكيس 1 2 3 4 5 لحد ما تمشي على الستة كريتيريا او ال 6 كيز موجودين. اذا البيشنت ده نورمال، في اي ديفكت منهم يبقى العيان ده عنده مال اوكلوجن، وهنشوف في تاني جزء في المحاضره. اوكي طب ايه ال 6 كيز اوف نورمال اوكلوجن؟ رقم واحد بص على المولر ريليشن. من اول دلوقتي ركز معايا وحاول تحفظ شويه البوينتس شويه. واحد المولر ريليشن، اول حاجه بص عليها مولر ريليشن، هنشرح كل حاجه. اثنين بص على حاجه اسمها كراون انجيوليشن، كراون انجيوليشن. ثلاثة بص على حاجه اسمها كراون انكلينيشن، يبقى مولر ريليشن انجيوليشن انكلينيشن. الباقي سهل، بص على الروتيشن على التايت كونتاكتس على الاوكلوزال بلين. انا عارف ان لسه انت ما حفظتش وعارف اللي انا بقوله ده كانه سرح مننا شويه، حط نجمه عليه وهنرجع له تاني. هنمسك اول بوينت، خلاص هنتكلم على المورال ريليشن. بس مبدئيا لحد ما اتكلم على المورال ريليشن في مخك مين اللي بيتكلم؟ لاري اندرو بيتكلم على مين؟ على النورمال اوكلوجن كيز. في انهي حته في المحاضره؟ في اول توبيك في المحاضره من الثلاثه. تمام طيب المورال ريليشن اللي قاله لنا استاذ لاري اندرو شاف ايه؟ قالك لما جاي يبص هو عشان يقول البيشنت ده از نورمال، بص على الابر 6. خلي بالك الابر 6 كذا حد بص عليه وهنشوف في المحاضره، بس لاري اندرو بص على مين؟ على الابر 6. وقالك انا هبص على الابر 6 من قدام ومن ورا، يعني هبص عليه ايه العلاقه بتاعته من قدام بقري، وهبص على العلاقه بتاعته من ورا لينجوال، وهبص على العلاقه بتاعته ميزو ديستال. يعني هيبص على 6 من كام حته؟ 3، من قدام ومن ورا وميزو ديستال. من قدام لا ايه عشان تقول ان البيشنت ده نورمال؟ طبعا كلنا عارفين حضرتك وانت بتيجي تقرا الكلام ده هتلاقي في جزء كبير قوي عن الدنتيشن والاناتومي. لو انت حضرتك بتقرا في تكست او بتذاكر تلاقي جزء كبير عن الدنتيشن وشكل الابر 6 وايه ابعاده وشكل الكاسبات عامله ايه. انا مش هتعب حضرتك فيه، اكيد حضرتك عارفه. واذا حبيت تستفيد شويه في شكل الابر 6 مفيش مشكله انك تقرا في الدنتيشن، لكن مش هتعبك دلوقتي بالكلام النظري ده. لكن مفيش شك ان كلنا عارفين ان الابر 6 مكون من 2 كاسب بكل، صح؟ واي كاسب يعني ادي بكل كاسب، قصدي الميزيو بكل، وادي ديستو بكل، وان الجزء ده اسمه ايه؟ ديستال مارجنال ريدج. حد عنده اي مشكله؟ وان من ورا عنده برضه ميزيو لينجوال وميزيو بالاتال وديستو بالاتال، عنده 4 كاسبات. في اي مشكله في الابر 6؟ يعني مش محتاجين ان احنا نطول فيها. فهو لقى ان الميزيو بكل كاسب بتاع الابر 6 از اوكلودنج في البكل جروف بتاع اللور 6. يبقى ده اول بوينت في الابر 6، ايه هي؟ ان الميزيو بكل كاسب اوكلودنج فين؟ بكل جروف. حاول تحفظها البوينت دي سهله، ميزيو بكل كاسب از بايتنج في البكل جروف. الجزء ده بيجي فيه ام سي كيو في الاسئله. يبقى ميزيو بكل كاسب از بايتنج في الميزيو بكل جروف. في اي مشكله؟ واحد، انا قلت لك هم كام نقطه؟ هم 3 نقط. تمام النقطه الثانيه الحته دي اسمها ايه يا جماعه؟ لسه قايلين اسمها الديستال مارجنال ريدج، صح؟ الديستال مارجنال ريدج اهي الحته دي. فالديستال مارجنال ريدج بتاع الابر 6 لقاه از بايتنج في الميزيال مارجنال ريدج بتاع ال 7، يعني ال 6 تاتشنج ال 7 من اخره. تاني اقولها تاني، الديستال مارجنال ريدج بتاع الابر 6 از تاتشنج مين؟ ميزيال مارجنال ريدج بتاع اللور 6. في اي مشكله؟ يبقى دي تاني نقطه. يبقى ايه اول نقطه كانت؟ ميزيو باكل كاسب في الباكل جروف. تاني بعد اذن يا جماعه نعمل الصوت ميوت. الميزيو باكل كاسب از بايتنج في الباكل جروف اول نقطه. تاني نقطه الديستال مارجنال ريدج بتاع الابر 6 ستاتشنج فين؟ في الميزيال مارجنال ريدج بتاع اللور 7. في اي مشكله؟ فاضل كام نقطه؟ فاضل نقطه واحده اللي هي الثالثه بتاعت الايه؟ الابر 6. ان الميزيو لينجوال كاسب، لو حضرتك بصيت لينجوالي احنا ممكن نعمل بس ميوت. تالت نقطة يا دكاترة، معلش على انتربشن، نركز.
الثالث نقطة الميزيو لينجوال كاسب اللي هو مقابل الميزيو باكل كاسب بيبايت على اللور 7 في حاجة اسمها السنترال فوسة. النقطة اللي في النص في السفن دي اسمها ايه؟ سنترال فوسة. مش محتاج برضو ان انا اقعد اتعبك بالاناتومي بتاع السفن. ليك انك تعرف الثلاثة بوينتس دول، ودول مهمين.